السلام عليكم. كشف كورتس عن الصيغة النهائية لبرنامجه الانتخابي والذي يتضمن 100 مشروع سياسي سيعمل الحزب في حال فوزه بهذه الانتخابات على ترجمتها على أرض الواقع، حيث ما زال متمسكا بالإصلاح الضريبي والذي بدأه في الحكومة السابقة ولم ينفذ بعد السقوط المبكر لحكومته. كما تبين بأن نفس الحزب ماض في محاربته للهجرة الغير الشرعية، حيث يبقى تطبيقها رهينا بطبيعة الأحزاب التي سيتحالف معها في الحكومة القادمة. انتقد بيتر بيلتز رئيس حزب الآن قانون ينص على منع ارتداء الحجاب الإسلامي في خطاب له أمام أتباعه، بأنه يجب أيضا بأن يشمل كل الرموز الدينية وليس فقط على مستوى المدارس، وأضاف أنه يجب تعميمه على كل المؤسسات العامة مثل المحاكم والثكنات العسكرية، وقال بأن تغييب الرموز الدينية من المؤسسات العامة سيساهم في القضاء على الصراعات الدينية التي من الممكن أن تقع داخل تلك المؤسسات. شهدت فيينا انخفاضا في نسبة البطالة حتى نهاية شهر آب، فمع وجود 279,171 مسجلين كعاطلين عن العمل لدى دائرة التوظيف العامة، انخفض عدد العاطلين إلى نسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق، ويبلغ معدل البطالة على المستوى الوطني حاليا 6.7%، أي بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بشهر آب للعام الماضي. كما تحتل النمسا المرتبة 28 من بين دول الاتحاد الأوروبي بمعدل البطالة. أعلنت الشرطة النمساوية في مقاطعة تيرول زيادة الحوادث التي يتورط فيها لاجئون، حيث سجلت هذا العام حوالي 600 حادثة في 80 مركز لرعاية اللاجئين، وأوضحت أن هناك حالة من الاستنفار على المستويين الأمني والاجتماعي، وأشارت إلى أن هناك 186 حادثاً بسبب شجارات وخلافات مالية وهجمات على أفراد الأمن، لافتة إلى وجوب حظر 110 أشخاص من الخروج من مباني رعاية اللاجئين لخطورتهم على المجتمع، ولفتت إلى أن السبب يرجع إلى قرارات اللجوء السلبية. إنفوغرات لنكتمل بالمعرفة.